وينضم إلينا من كيف السيد محمد فرجلا، رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية. سيد محمد، مرحبا بك. ما هي الإشارات التي تصل إلى أوكرانيا من هذه الاتهامات التي يوجهها قائد مجموعة فاغنر إلى المسؤولين العسكريين الروس بالتقصير؟ تحية لكم سيد الكريم ولقناتكم الموقرة. طبعا هذا جزء من اللقاء الأخير الذي بث لرئيس مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين. هنالك اعترافات هامة جدا عندما يقول في نفس هذا الفيديو، بنفس التصريح، يقول بأنه منذ عام 2014 عندما كانت تدعي روسيا بأن أوكرانيا تهاجم الدنباس الانفصالي، الحقيقة لم تكن أوكرانيا تهاجم، هي كانت عملية، طبعا عملية فساد روسي لنهب موارد الدنباس ويحمل المسؤولية بأن الحرب الحالية كلها مفتعلة، وأن وزير الدفاع الحالي سيرجي شويغو هو قام بهذا الحرب وهذا الدمار فقط ليضيف لنفسه نجمة توضع على الوسادة عندما يتمعه في القبر بالتفصيل بالحرف كما قال بريغوجين. الآن تصريحات بريغوجين هذه الذي هو بشكل واضح يهاجم وزارة الدفاع الروسية ويقول الحقيقة ويكشف عن طبعا التراجع الروسي، الآن الهجوم الأوكراني المضاد أعلى رسميا دخل 8 بلدات على محور زاباروجا ودونيسك، هنالك تقدم في محور باخموت، هنالك الآن الحديث اليوم رسميا وزارة الدفاع الأوكراني تعلن بأنها اليوم تاريخ تحرير أول قطعة أرض ولو صغيرة احتلت عام 2014. بريغوجين يستغل الفرصة لأمرين: الأمر الأول طموح بريغوجين بأن يكون بالسلطة، وأكبر طموحه لن يعد يقبل بأن يكون مجموعة مرتزقة، ويستغل الفرصة ضعف وهوان القوات الروسية وتراجعها. من جهة أخرى هذا الأمر سيد الكريم يعكس الصورة الآن التصادمية في داخل نسيج القوات العسكرية الروسية، التي القوات المسلحة الروسية ترى الآن بفاغنر خطر على أمنها، بعدما طبعا رأت ما جرى بالسودان، هنالك ميليشيا تريد أن تنقلب على الحكومة الرسمية. لذلك نرى أن وزارة الدفاع الروسي طالب كل أعضاء فاغنر بتوقيع اتفاقيات، وفاغنر ترفض ذلك. من جهة أخرى بريغوجين يعلم بأن زج إلى الهلاك ومنعت عنه الذخيرة. طيب. واتهم بشكل واضح بأحيانا هاجم بوتين نفسه. طيب، ولكن سيد محمد، ألا يمكن أن تكون هذه التصريحات وهذه الاتهامات التي يوجهها قائد مجموعة فاغنر إلى العسكريين الروس بأنها جزء من الخداع الاستراتيجي في هذه الحرب، وتعلم أن الحرب خدعة؟ أستاذ الكريم، الحرب خدعة عندما يكون التصريحات ضد العدو، ولكن عندما يرى من الذي كانت تعتبره روسيا رأس الحرب، لو عدنا قليلا العام الماضي النجاحات العسكرية التي تحدثها تحققها روسيا كانت بها رأس الحرب فاغنر، هي التي عملت اختراق في محور زاباروجا، في محور دونيسك، في طبعا محور كراماتورسك، هي كانت رأس الحرب. عندما يأسي رأس الحرب الذي يجب أن يكون مقرب جدا من وزارة الدفاع والذي هو كان يتزعم الحرب، وزيدك نقطة، لو عدنا قليلا الذاكرة نرى بأنه في بعض المحاور فاغنر كانت تأمر القوات العسكرية الروسية وتتبع أوامر القوات العسكرية لها، هنالك أحيان فاغنر اعتقل الضباط روس ثم طبعا يعني أخذت سبيلهم. طيب. لا، ليست حرب، لأن هذا عمل الآن التصادم الداخلي. طيب. والتآكل، وهذا ولكن على سيد الدولة محمد، نعم، لو تتذكر معنا قبل السيطرة على باخموت كانت هناك تصريحات مماثلة أيضا لبريغوجين، ثم بعد ذلك أعلن السيطرة على باخموت. لذلك أنا سألتك السؤال السابق عما إذا كانت هذه التصريحات جزء من الخداع الاستراتيجي. أستاذ الكريم، بريغوجين أدرك شيئا مهما جدا. بريغوجين أدرك بأن كل هذه الحرب هي شيء عندما يراه الجنرالات الروس الذين القابعين في الفيلات طبعا المرفهة في موسكو، ولكن من يراها على الأرض يرى بأنه اصطدم مع شعب أخ، حسب رأي طبعا بريغوجين لم يرى نازيين، رأى بأن القتل بحق المساكين وبحق طبعا
رأى أن كل بروباغندا الروسية كاذبة، وبريغوجين به الحس الوطني لبلده، هو يرى أن بأن الحرب تدمير لبلده، لذلك طيب بريغوجين أراد أن يخرج من باخموت. بالتالي السؤال المهم ويعود نعم. ويعلم بأنه لكي يخرج، نقطة مهمة جدا، لكي يخرج من باخموت أمامه طريقان، إما يخرج جثة أو يخرج معلن انتصاره، وهذا كانت الخدعة الثانية بحق الروس طيب. وليس بحق الأوكران. نعم، ولكن سيد محمد نعم، إذا كان بريغوجين كما تفضلت بأنه رأى أن هذه الحرب لا طائل من ورائها وأنها هي ضد المساكين ومن لا ذنب لهم كما تفضلت، لماذا لا ينسحب تماما من هذه الحرب؟ طموح سيد الكريم الآن بريغوجين طموحه أن يترأس روسيا. بريغوجين في أكثر مرة طبع ملصوقات يلمح بأنه في الانتخابات الروسية القادمة هو يريد يكون رئيس روسيا، بل بريغوجين قال بأنه هو الآن المخلص لروسيا من ما سماهم طغمة الفاسدين وطغمة المتربعين على عرش روسيا. وفي هذا الفيديو قال بأن الأليغارخ الآن يقوم بعملية سرقة، أي أن بوتين جاء وأراد أن يدخل التاريخ بأنه ذلك القيصر بين قوسين المنظر لروسيا والذي يعيد لها هيبتها. اليوم بريغوجين يعيد نفس القصة، وفي بعض الحالات بريغوجين سمى بوتين بالجد الخرف وقال بأنه معزول عن الواقع. لذلك اليوم بريغوجين وقف على قيد الحياة، يجب أن يكون بالسلطة لأنه لا يمكن أن يهرب إلى دولة أوروبية. نعم. لأن اللجوء السياسي له غير مؤمن عن بجرائم حرب. النقطة الثانية شهوة السلطة، لأنه فعلا رأى بأن هذه الدولة الروسية تدار شكرا جزيلا قبل إما من ليس لهم خبرة أو فاسدين أو مجرمين، وراها فرصة لكي يحقق طموحه. أشكرك شكرا جزيلا ضيفنا من العاصمة كيف السيد محمد فرجلا رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية، شكرا جزيلا.